بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. يقول الله سبحانه وتعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي من كان عدوا لأولياء الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل في صف أوليائه، وكأنه أعلن الحرب على الله عز وجل، فأعلن الله سبحانه وتعالى الحرب على أعداء أوليائه. والولي ضد العدو، وهو منها من الولاية المتابعة، ومنها النصرة، ومنها المحبة، ومنها كذلك التأسي والسير على الدرب والتقليد. فالذي يسير على منهج الله سبحانه وتعالى يكون وليا لله عز وجل، والذي ينصر الله سبحانه وتعالى يكون وليا لله سبحانه وتعالى، والذي يحب الله عز وجل يكون وليا لله سبحانه، والذي يكون في صف الكفار والمشركين من متابعتهم على ما هم عليه من الباطل، أو محبتهم ومودتهم، أو نصرتهم، فإنه يكون وليا لهؤلاء الكافرين، يكون وليا للشياطين، لأن هؤلاء إنما يعبدون الشيطان من دون الله سبحانه، يعبدون الطاغوت ويكونون أولياء له. وأما أولياء الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى بين صفتهم في كتابه، فقال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله سبحانه وتعالى أن أولياءه لا خوف عليهم، لا خوف عليهم في الدنيا، ولا خوف عليهم في الآخرة. لا خوف عليهم في الدنيا من الضياع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع وفده، ولا يضيع أهله،
ولا يضيع أولياءه سبحانه وتعالى. ومن ظن بالله ذلك فقد ظن بالله ظن السوء. وإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يضيع أولياءه فالله سبحانه وتعالى يحفظهم، والله سبحانه وتعالى يقدر لهم الخير، والله سبحانه وتعالى يجعل لهم ما يكون في مصلحتهم في الدنيا والآخرة، حتى لو كان ذلك فيه ابتلاء، فإن هذا الابتلاء يرفع الله عز وجل به درجاتهم عنده، ويرفع الله سبحانه وتعالى منزلتهم في الجنان، وكذلك يكفر الله عز وجل بذلك من سيئاتهم وخطاياهم وخطاياهم، حتى إذا رجعوا إلى الله عز وجل كان قد نقاهم من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي جعلهم خالين من الذنوب والمعاصي، صفحتهم بيضاء بما غفر الله سبحانه وتعالى لهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا كانت هناك بلية أصابت أهل الإيمان أو أصابت أولياء الله عز وجل، فإن هناك بلايا أصيب بها هؤلاء الكفار، فلهذا القرح الذي مس أهل الإيمان مس الكفار قرح مثله، ولكن أهل الإيمان فإنهم يرجون من الله سبحانه وتعالى ما لا يرجو هؤلاء الكفار، فإن المؤمن يرجو من الله سبحانه وتعالى المثوبة، ويرجو من الله سبحانه وتعالى الغفران، ويرجو من الله علو المنزلة، ويرجو من الله عز وجل أن يكون مع أولياء الله عز وجل من الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فالعبد يرجو من الله سبحانه وتعالى المثوبة، فإذا كانت هناك بلايا تصيب أهل الإيمان فإن هناك بلايا تصيب أهل الكفر والطغيان، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعطي للكافر ما يعطيه للمؤمن، فإن المؤمن له منزلة عند الله عز وجل لأنه ولي الله عز وجل. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، يعني في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحزنون. إذا جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى لا يصيبهم هم ولا حزن، وإنما تتلقاهم الملائكة وتبشرهم بمنزلتهم في الجنان، ويدخلون هذه الجنان فيعيشون فيها حياة النعيم خالدين فيها أبدا، والله سبحانه وتعالى يغدق عليهم بالنعم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهؤلاء لا يعرفون الهم ولا الحزن في الجنان، وأما أهل الكفر والطغيان فإنهم يرون ذلك في الدنيا، وفي الآخرة لا يرون إلا هما وحزنا، لا يرون إلا هما وحزنا، في نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. بيّن الله سبحانه وتعالى صفة أهل الإيمان الذين أولياء الله عز وجل، فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكانوا يتقون، أي كانوا يتقون غضب الله عز وجل، ويتقون سخط الله سبحانه، ويتقون اليوم الآخر وما فيه من الأهوال، ويتقون نارا وقودها الناس والحجارة. فهؤلاء إنما اتقوا ذلك كله بالعمل الصالح، بفعل الصالحات وترك السيئات. فإن تقوى الله عز وجل هي أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تترك ما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا فعل الجوارح وحركتها، كما أنه فعل القلب وحركته في داخل الإنسان. فإن هذه التقوى
إنما هي فعل المأمور وترك المحظور، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهؤلاء كانوا أولياء الله عز وجل، أي كانوا يؤمنون بالله عز وجل واليوم الآخر، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهم مع ذلك يفعلون ما أمرهم الله عز وجل ويتركون ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه الولاية ليست دعوة الدعاء، أن يدعي هنا من كان هنا أو هناك أنه ولي لله عز وجل. كل دعوة لا بد من إقامة الدليل عليها، والدليل على صدق الولاية أن يكون العبد مؤمنا بالله عز وجل، وأن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى، وهو مع ذلك يوالي أولياء الله عز وجل ويعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. إن من تمام الولاية لله عز وجل أن توالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن توالي المؤمنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الولاية إنما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللذين آمنوا، أي من تمام ولايتك لله أن تكون هناك ولاية للمؤمنين، أن تكون هناك ولاية للمؤمنين. وبين الله سبحانه وتعالى صفة أهل الإيمان الذين هم أهل ولاية الله عز وجل، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي أنهم يفعلون ما أمر الله عز وجل به، وهم يجتنبون ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهم خاضعين لله سبحانه وتعالى، وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أولا بيّن الله سبحانه وتعالى أن حزبه وأولياءه إنما هم الذين يوالون الله عز وجل، ويوالون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوالون الذين آمنوا، هؤلاء حزب الله. ثم بيّن أنهم هم الغالبون، أي أنهم لا بد أن تكون لهم الغلبة، حتى لو كانت هناك دولة لأهل الكفر على أهل الإيمان، حتى لو كان هناك هيمنة لأهل الكفر على أهل الإيمان في زمن من الأزمنة، أو في وقت من الأوقات، أو في بقعة من البقاع، فإن هذا لا بد أن يتغير، ولا بد أن يتبدل، ولا بد أن يجعل الله عز وجل العاقبة للمتقين. فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأيام دول لحكمة منه سبحانه وتعالى، ولكنه جعل العاقبة للمتقين. فلا بد أن ينتصر أهل الإيمان، ولا بد أن تكون لهم الغلبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، والله يؤيد بنصره من يشاء. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هناك أمر جازم حقيقة لا بد من وجودها ولا بد من وقوعها: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون في الحياة الدنيا وتحشرون إلى جهنم في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قطع بذلك ولم يعلقه بالمشيئة، يعني بيّن أن هذا أمر جازم واقع لا محالة، أن هؤلاء الكفار لا بد أن يغلبوا، لا بد أن يغلبوا، ولا بد أن تكون الغلبة لأهل الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا بد أن تكون الغلبة لأهل الإيمان، ولا بد أن تكون السيطرة والهيمنة والقيادة لأهل الإيمان، لكن المسألة تحتاج إلى نوع من التصفية، وتحتاج إلى نوع من التمحيص،
لا بد أن يمحص الله عز وجل قلوب أوليائه، ولا بد أن يصفيهم مما علق بهم من الشوائب، سواء كان ذلك من المعاصي والبدع أو مما علق بهم من أهل النفاق الذين يسيرون في فلكهم لكنهم يبطنون الكفر ويريدون هدم الإسلام ويسعون في تبديده، فإن هؤلاء لا بد من التخلص منهم. ولذلك يبتلي الله عز وجل أهل الإيمان حتى يصفيهم، فإذا صفاهم الله سبحانه وتعالى تنزل النصر من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني ما كان من البلاء لأهل الإيمان أو ما كان من الهزيمة لأهل الإيمان في بداية الأمر، في بداية الأمر إنما كان هو تمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب حتى تتمايز الصفوف ويصبح أهل الإيمان في صف وحدهم، وأهل الكفر وأهل النفاق وأهل الشرك والإلحاد كلهم في صف واحد، حتى يصير الأمر إلى فسطاطين وإلى معسكرين، معسكر لأهل الإيمان ومعسكر لأهل الكفر والطغيان. عند ذلك يتنزل النصر من الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إذن هذه الغلبة لا بد أن تكون لأولياء الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في صفهم، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يغلب، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. والله عز وجل يقول: وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل سيطرة دائمة للكافرين على أهل الإيمان، بل لا بد أن ترتفع هذه الهيمنة وهذه السيطرة، ولا بد أن تعود لأهل الإيمان، ولا بد أن تكون القيادة لأهل الإيمان الذين هم أولياء الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهذا الأمر كله عباد الله يبين الحرب المعلنة من الله سبحانه وتعالى على أهل الكفر والإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه، فهو في صفهم سبحانه وتعالى، وهم مع الله عز وجل وهو معهم، وهم مع الله عز وجل وهو معهم، معية خاصة، معية النصر، معية التسديد، معية التوفيق، هذه لأنهم أولياء الله عز وجل. من ولايتهم لله عز وجل أنهم ينصرون الله سبحانه وتعالى، ونصرهم لله هو نصر دين الله سبحانه وتعالى، الذب عن دين الله عز وجل، السعي في الأرض لرفع راية الإسلام خفاقة عالية، نشر دين الله عز وجل والدعوة إليه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، الجهر بالحق والصدع به، فإن ذلك كله إنما هو ولاية لله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرتهم لله عز وجل استجلبت لهم نصر الله عز وجل لهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فإذا نصرهم الله سبحانه وتعالى فلا غالب لهم، لأن النصر إنما هو من عند الله، كما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. وإذا خذلهم الله سبحانه، أي لم يكونوا أولياءه، فإنهم يتولون أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الطغيان، يسيرون في فلكهم وينتهجون منهجهم ويسيرون على دربهم ويحبونهم ويودون هؤلاء الكفار ويتابعونهم على باطلهم وينصرونهم على الكفر الذي هم عليه، فإن ذلك يجعل الغلبة عليهم، لأنهم يتساوون حينئذ في المعصية.
فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من ذا الذي ينصركم من بعد الله؟ أتطلبون النصر والعون والغوث من غير الله سبحانه وتعالى، من هؤلاء الكفار القابعين في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المجالس الدولية أو من الدول الكبرى؟ هذه الدول التي هي رأس الكفر، هي رأس الكفر ورأس النفاق، هؤلاء يدافعون عن الذين آمنوا، هؤلاء يعاونون الذين آمنوا، هؤلاء ينصرون الذين آمنوا، هؤلاء أعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأعداء أهل الإيمان. وإن من السذاجة أن تطلب من عدوك أن يغيثك أو أن يجيرك أو أن يقيلك من المصيبة التي أنت فيها، بل عليك أن تكون شامخا في مواجهة أهل الكفر جميعا، وأن يعين المرء إخوانه، لا أن يعين عليهم بالحصار ومنع الطعام والشراب والحاجات الأساسية، حتى لبن الأطفال الذي يصل إلى الطفل الصغير الذي لا ذنب له ولا جريمة، الذي لا ذنب له ولا جريمة، والذي لا يقتل في الحرب ولا تقتل النساء ولا يقتل الشيوخ العجائز، فكيف يقتلون بالحصار ومنع الطعام والشراب؟ إن مشاركة هؤلاء بحجة القوانين الدولية أو الاتفاقات أو غير ذلك إنما هو جريمة شنعاء، وهو موالاة لأهل الكفر والطغيان، وهو معاداة لله عز وجل ولرسوله وللذين آمنوا، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الولاية ينبغي أن تكون لأهل الإيمان، وينبغي أن تكون النصرة كذلك لأهل الإيمان، فإن العبد ينبغي أن ينصر أخاه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، كيف ننصره ظالما؟ قال: أن ترده عن ظلمه، أن ترده عن ظلمه. فنصرة المؤمن واجبة، وهي طاعة لله سبحانه، وهي من ولاية الله عز وجل، لأن من ولاية الله عز وجل أن توالي أولياء الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان، وهؤلاء من أولى الولاية لهم أن تنصرهم، أن تنصرهم وأن تتابعهم على ما هم عليه من الحق والخير، وتتابعهم على ما هم عليه من الحق والخير، وأن تحبهم، وأن تحب الخير لهم، وأن تكره الشر لهم، وأن يتمعر وجهك غضبا لما يقع لهم من الآلام والأحزان، لا أن تفرح ولا أن تشمت في أهل الإيمان، وإنما عليك أن تغضب وأن يتمعر وجهك غضبا ويتفتر قلبك حزنا على ما ألم بالمؤمنين هنا أو هناك في مشارق الأرض ومغاربها مما يقع لهم من الآلام أو المصائب. فهذا الأمر عباد الله من ولاية الله سبحانه وتعالى، وولاية الله سبحانه وتعالى تقتضي محبة الله عز وجل، وتقديم ذلك على محبة كل شيء، من محبة الولد والوالد والدرهم والدينار والقطيفة والخميصة ومحبة متاع الحياة الدنيا. فإن محبة الله عز وجل مقدمة على ذلك كله، كما قال الله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء المؤمنين الذين أيدهم الله سبحانه وتعالى وكتب لهم الله سبحانه وتعالى الإيمان وأيدهم بروح منه، هؤلاء الذين يوادون الله ورسوله ويوادون أهل الإيمان، لكن ليست بينهم وبين أهل الكفر مودة، ولو كانت هناك صلة قرابة بينهم وبين هؤلاء الكفار، فلا يصح أن نقول نحن نحب أهل الكفر لأنهم يعيشون معنا في بلدة واحدة أو في دار واحدة أو أنهم أقاربنا، فإن هذا مما لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، هؤلاء يتحدثون مع قومهم وفيهم أقاربهم وأرحامهم وآباؤهم وأبناؤهم، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده.
إذن هذه العداوة والبغضاء لا بد أن تكون بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والطغيان أبدا، ولا تتحول هذه العداوة إلى محبة حتى يتحولوا من الكفر إلى الإيمان، حتى يتحولوا من الكفر إلى الإيمان، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإن أبا عبيدة رضي الله عنه لما رأى أباه في المعركة قتله، وكان أباه كلما رآه انحاز عنه لا يريد قتال ابنه، فلما رآه أبو عبيدة ضربه فقتله. فننزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبناءهم. ولما كان في غزوة أحد جاء عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، جاء عبد الرحمن بن أبي بكر وكان يومئذ كافرا، فقال: من يقوم لي؟ من يبارزني؟ من كذا وكذا؟ يعرض نفسه للقتال. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا أقوم له يا رسول الله. فقال: لا، متعنا بنفسك يا أبا بكر، متعنا بنفسك يا أبا بكر. وقد أسلم بعد ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر وحسن إسلامه رضي الله عنه. لكن هذا يدل على هذه الولاية لله عز وجل، فإن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقوم فيقتل ابنه لما كان كافرا في هذا، لأن هذا الأمر عباد الله لا تنفع فيه، لا تنفع فيه الأرحام ولا القرابة، ولا كذلك أن نكون في دولة واحدة أو في بلدة واحدة أو في دار واحدة، فإن أو تحت سماء واحدة أو نشرب من نهر واحد أو غير ذلك من العبارات، لا ينبغي أن تكون هناك مودة لأهل الكفر والطغيان. وإنما المودة والمحبة تتوجه لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وعرف بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أي ابنه، وكان صحابيا جليلا حسن الإسلام رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لو كنت قاتل أبي لا تجعل دمه يجري إلا على سيفي. إذا كنت قاتل أبي، أي إذا أردت أن تقتله لهذه المقولة، فلا تجعل دمه يجري إلا على سيفي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، لا يقولون محمد يقتل أصحابه. فلما رجع عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وقف على باب المدينة حتى جاء أبوه ليدخل المدينة، فقال له عبد الله ابنه: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: والله لا تدخلها حتى تقول محمد الأعز وأنا الأذل، محمد الأعز وأنا الأذل، محمد الأعز وأنا الأذل. فلم يدخله المدينة حتى قالها ثلاثا. وهذا أبوه، وكان ملكا متوجا عبد الله بن أبي بن سلول على أهل المدينة قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما حل ذلك وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزال عنه ملكه، وكان نفاقه إنما هو حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذه الموالاة من عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وعداوته لأهل الكفار والكافرين ولو كان ذلك أبوه أو ابنه أو أخوه. فإن الأمر عباد الله لا يعرف المفاصلة في الإيمان، في الموالاة. فإن من موالاتك لله عز وجل محبتك لله سبحانه وتعالى، والمتابعة على هذا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أن تدين بدين الله سبحانه وتعالى وأن تحكم بشريعة الله عز وجل، فإن ذلك من موالاتك لله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي ويسلموا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، يرضون بحكم الله عز وجل في الظاهر
الظاهر والباطن، ويستسلمون لحكم الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، فإنهم إن لم يكونوا كذلك لا يكونون مؤمنين. وإذا كان العبد غير مؤمن فلا يكون وليا لله أبدا، فلا يكون وليا لله أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى تولى أهل الإيمان، تولى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والله سبحانه وتعالى ناصر أولياءه كما ذكرنا، والله سبحانه وتعالى لا بد أن يجعل الغلبة لأوليائه، ولا بد أن يجعل العزة لأوليائه، ولا بد أن يجعل الهيمنة والقيادة لأوليائه، ولا بد أن يجعل الظهور على جميع الأديان لأولياء الله سبحانه وتعالى. هذا كله لا بد أن يحدث لأهل الإيمان، ولا بد أن يثقوا بالله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يحسنوا الظن بالله عز وجل، ولا بد أن يعرفوا أن ذلك واقع لا محالة. نسأل الله عز وجل أن يكون قريبا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يبين عباد الله أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الفرائض، من الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام وأداء الزكاة الواجبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والإحسان إلى المسلمين ونصرتهم وغير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، وأن هذه أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ولذلك ألزمهم الله سبحانه وتعالى بها. فلا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون له شاغل عن هذه الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا كانت أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فينبغي أن تكون أحب الأعمال إليك وأقربها منك، وأن تكون أحرص ما تكون على فعلها وعلى أدائها وعلى التمسك بها وعلى التقرب إلى الله عز وجل بها، لأن الله سبحانه وتعالى يحبها. وإن من تمام محبتك لله أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب الفرائض، فعليك أن تحب الفرائض، كما أن الله يحب أهل الإيمان والتقى فعليك أن تحبهم، فإن الله يحب الأنبياء والمرسلين وعليك أن تحبهم، والله سبحانه وتعالى يحب من الأماكن المساجد، وهي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تحب كذلك هذه البقاع التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، وذلك من تمام محبتك لله سبحانه وتعالى. فليكن الإنسان حريصا على أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يقدم شيئا عليها، يعني على الفرائض، ولو كان ذلك من العبادات النوافل، ولو حتى كان من العبادات النوافل، فضلا أن تقدم عليها أن تستأنس بحديث جار أو صديق، أو أن تكون في عمل من الأعمال فتترك الفريضة لأجل هذا العمل، أو لأجل جمع المال، أو الانشغال بالدنيا، أو بالولد، أو بالمرض، أو بغير ذلك، أو بالفرح حتى، فإن الناس عندهم شذوذ في حياتهم، فإنهم إذا فرحوا تركوا طاعة الله عز وجل، وإذا حزنوا تركوا طاعة الله عز وجل، وإذا غضبوا تركوا طاعة الله عز وجل، وإذا سروا تركوا طاعة الله سبحانه وتعالى. فأنت تجد أن العبد في الأفراح التي هي أطراح في الحقيقة، فإنهم يأتون بالمزامير، ويأتون بهذه الموسيقى، ويأتون
بالراقصات وبالأغاني والاختلاط بين النساء والرجال وتعاطي المسكرات وغير ذلك من الأعمال مع العري والتبرج والسفور الذي يكونون فيه ويقولون هذا فرح وهذا يوم ويمر، ولماذا قد يكون آخر يوم في حياتك؟ فبما تلقى الله سبحانه وتعالى. إن العبد إذا مات على شيء بعث عليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته في الحج، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فوقع من على الناقة فكسرت عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث على ما مات عليه. فإنه إذا كان العبد مات في مثل هذه الأطراح وهو يسمع الموسيقى والغناء ومع الدخان الأزرق من الحشيش أو تعاطي المسكرات أو اختلاط الأجساد بين النساء والرجال أو العري والتبرج والسفور فيما يكون في هذه الأطراح، فكيف يكون هذا فرح والله سبحانه وتعالى يغضب على ذلك ويسخط؟ كيف تفرح بغضب الله عز وجل وسخطه؟ ينبغي أن يكون فرحك بفضل الله وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، أي خير مما يجمعون ولو كانت الدنيا كلها تجمعها أنت، فإن فرحك بطاعة الله عز وجل أعظم من ذلك كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه الفرحة المشروعة وهي الفرحة بطاعة الله عز وجل. إذا وقعت المصيبة لطموا الخدود وشقوا الجيوب وحثوا الرمال على الرؤوس ودعوا بدعوى الجاهلية، وربما أقاموا سرادقات العزاء بما يكون في اليوم واليومين وصنعوا الطعام، وكل ذلك من مخالفة أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناحوا على الميت ورفعوا البناء على القبور وشيدوا على ذلك وزخرفوا، وكل ذلك بما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. وإذا غضبوا ظلموا وفجروا، وإذا خاصموا فجروا في الخصومة، فكيف يكون هذا العبد عبدا لله عز وجل؟ العبد ينبغي أن يكون عبدا لله عز وجل، ينبغي أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى في الغضب وفي الرضا، في الصحة وفي المرض، في الغنى وفي الفقر، في السفر وفي الحضر، فإنه ينبغي أن يكون عبدا دائما لله عز وجل، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فينبغي أن تكون عبدا دائما لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأنت ينبغي أن تكون في المحيا والممات، أي من بداية المحيا إلى الممات، ينبغي أن تكون عبدا دائما لله سبحانه وتعالى. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى في فرحنا، ونعبد الله عز وجل في أحزاننا وفي غضبنا وفي رضانا وفي سفرنا وفي حضرنا وفي غنانا وفي فقرنا وفي مرضنا وفي صحتنا في كبرنا وفي صغرنا، نعبد الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، في الليل في النهار، نعبد الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين وفي كل آن. وينبغي أن نقدم الفرائض على النوافل، لا تطغى النوافل على الفرائض، وينبغي أن يكون العبد متقنا للفرائض، متقنا للفرائض، يقيمها كما أمره الله سبحانه وتعالى، فإن الشيطان قد يزين له أن هذه النافلة فيها كذا وكذا من الأجر، إن النافلة فيها كذا وكذا من الأجر، وكأنها أفضل من الفريضة. قال الإمام الشافعي رحمه الله لما قال في صلاة ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، صلاة ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذه في النافلة. قال الشافعي رحمه الله: فما بالك بالركعتين اللتين بعدهما، يعني فما بالك بركعتين الفريضة، إذا كانت ركعة النافلة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بركعة الفريضة
أي أنها أنت لا تتوهم عندما تقرأ حديث أن هناك نافلة لها أجر عظيم جدا، لا تتوهم أنها فاقت الفرائض، لن تتعد حدودها، النوافل لن تتعد حدودها، ولن تصل إلى درجة الفريضة أبدا، لأن الفريضة من حب الله لها ألزم العباد بها وجعلها لازمة لهم، ولا يحل لهم تركها ولا التغافل عنها ولا التشاغل عنها. ولذلك ينبغي أن تكون منتبها لذلك. فالشافعي رحمه الله يقول: ما بالك بالركعتين اللتين بعدهما، أي بعد ركعة النافلة. وهذا يدل على فضل الفريضة عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. وهذا فيه صفة الحب لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يحب ويكره سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يرضى ويسخط، وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحب هذه العبادات، فينبغي أن نحبها، وهو من تمام موالاتنا لله سبحانه وتعالى أن نحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن التقرب بالنوافل سبيل إلى محبة الله، لكنها بعد أداء الفرائض. لا يتوهم الإنسان أن النوافل وحدها هي التي توصلك إلى محبة الله، وإنما النوافل بعد الفرائض، أي أنك إذا أتيت بالفرائض كلها ثم أتبعتها بالنوافل فإنها سبيل إلى محبة الله عز وجل لك. فلا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا تقرب بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله. فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى هنا كان حبيبا لله، أي أنت تكون محبا لله، فإن هذا أمر مفروغ منه. لا يحل لامرئ في الدنيا أن يكون مبغضا لله أو ساخطا على الله عز وجل أو كارها لله عز وجل، فإن هذا كفر، لأن هذا كفر. لو توجه شيء من ذلك لله كان كفر. فإن محبتك لله أمر مفروغ منه، لا بد أن تكون حبيبا لله. وإنما القضية التي نسعى إليها هي أن يحبنا الله، فليس كل من يحب الله يحبه الله، لأن هناك من يدعي محبة الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه دعوة لا بد من الدليل عليها. فكما قال الشاعر: كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فإذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباك. فإن كثيرا من الناس ربما يدعي محبة الله عز وجل، لكنه عند المحك تجده ينقلب وينهار، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. هو يعبد الله، لكن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فانظر إلى انقلابه عندما يصاب بأي بلية في الله، عندما يصاب بأي بلية في الله فإنه ينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة. هي هذه البلية ليست مرض، البلية هنا ليست مرض، والبلية هنا ليست فقد مال ولا فقد ولد، وإنما أنه يعذب في الله، أو أنه يقع سجينا في الله، أو أنه يهددونه بالقتل في الله، أنه إن لم يرجع عن دينه قتلوه، إن لم يرجع عن دينه عذبوه، إن لم يرجع عن دينه أسروه، إن لم يرجع عن دينه فعلوا فيه كذا وكذا، فينقلب، لأنه أوذي في الله، أوذي في الله. فهؤلاء صنف من الناس، لأن كثيرا من الناس يدعون الإيمان بالله عز وجل، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بمجرد وقوع الأذى عليه في الله فإنه ينحرف عن دين الله عز وجل وارجع عنه، وكأن هذا مساويا لعذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة على كفره، وهو لا يدري ما أعد الله سبحانه وتعالى له. فهذا الأمر عباد الله جد خطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها،
وهذا لا يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله، وهذا حاشا لله أن يكون كذلك، فإن هذا مخلوق والله سبحانه وتعالى خالق سبحانه وتعالى، لكن هذا معناه أن يسدده الله عز وجل ويوفقه، وأن يكون الله سبحانه وتعالى موفقا له في سمعه، فلا يسمع إلا ما أحل الله عز وجل، لا يسمع الموسيقى ولا الغناء ولا الكذب ولا الزور ولا البهتان ولا المسلسلات ولا الأغاني ولا شيء من هذا، لا يسمع الباطل، وإنما يسمع الحق، يسمع كتاب الله عز وجل وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه فائدة من الكلام المباح، فإن هذا ما يسمع لأن الله يسدده في سمعه، فلا يسمع إلا ما أحل الله له، وأن الله يجنبه ويجعله كارها مبغضا لما أحل الله سبحانه وتعالى من هذه المعاصي. لماذا؟ لأن الله زين الإيمان في قلبه، لأن الله زين الإيمان في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. يصبح الإنسان بطبعه كاره للكفر والفسوق والعصيان. نحن نتكلف هذا الآن، يعني إنسان يتكلف أن يبتعد الآن عن الموسيقى لأنها معصية، ويتكلف أن يبتعد عن الكذب لأنها معصية، ويتكلف أن يبتعد عن الأغاني لأنها معصية، ويتكلف أن يبتعد عن شواطئ البحار لأن هذه فيها معاصي، لكن هذا تصبح عادة وسجية، هو بطبعه لا يأتي هذه الأماكن ولا يسمع وينفر منها بطبعه، ما يتكلف هذا، ما يبذل جهد في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قد سدده في سمعه وسدده في بصره، فلا ينظر إلى ما حرم الله من الصور المحرمة، سواء كانت في النساء الحقيقيات، أو كانت في صور النساء، أو كان ما يكون من الإباحيات على أجهزة الإعلام أو في هذه الحاسوب، فإن هذا ينبغي أن يتجنبه، والله سبحانه وتعالى يسدده في بصره فيجعله غاضا للبصر بطبعه، هو بطبعه لا ينظر إلى ما حرم الله لتوفيق الله سبحانه وتعالى له. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا يصبح غضا للبصر حافظا لفرجه بطبعه، فإنه يكره المعصية كره شديد جدا، كره شديد جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا على أن الإنسان يكون زاهدا في الدنيا، يكون زاهدا في الدنيا، لأنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت، جدي أسك ميت، الجدي معروف والأسك هو مقطوع الأذنين وهو ميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا بدينارين؟ من يشتري هذا بدينارين؟ فسكتوا. قال: من يشتري هذا بدينار؟ فقال: يا رسول الله، هذا جدي أسك ميت، لو كان حيا لكان عيب فيه أنه أسك، يعني لو كان حي ما يشتري أحد لأنه فيه عيوب، لأنه فيه عيوب. قال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. عندما تكون المعصية، عندما تكون أنت كارها للمعصية، كراهتك لهذا الجدي الأسك الميت من أن تشتريه أو تأكله، عند ذلك تكون موفقا، عند ذلك تكون موفقا، يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقك. قال: إن الدنيا لأهون على الله من هذا عليك. فمن يشتري هذا؟ من يشتري هذا؟ من يقبل على المعصية؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ عندما تكون كراهيتك للمعصية هي كراهية أن تأكل لحم أخيك ميتا، عند ذلك تكون موفقا، عند ذلك تكون مسددا. فالله سبحانه وتعالى يصل بك إلى هذه المرحلة، أن تكون كراهيتك للمعصية هي كراهيتك لأن تأكل من هذا الجدي الأسك الميت، هي كراهيتك أن تأكل من لحم أخيك ميتا، يصل بك الأمر أن يكون الكره للمعصية في قلبك كهذا الكره، وهذا من توفيق الله عز وجل لك ومن تسديد الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى، وفي في في هذا فأن الله سبحانه وتعالى يكون في سمعه ويكون في بصره، أي أن الله يسدده في سمعه ويسدده في بصره ويسدده في يده،
فلا يبطش بها إلا في الحق. والبطش والبطش المس أيا كان، أو اللمس أيا كان، بالضرب أو بالمسح على رأس اليتيم، يعني سواء كان ذلك برفق أو كان بشدة فيسمى بطشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واليد زناها البطش، واليد زناها البطش. يعني لا تظنون أن البطش هو الضرب، الضرب فقط باليد، أن البطش هو الضرب فقط، فقد يكون المس حتى لو كان بالمسح على رأس اليتيم فهذا بطش، حتى يكون مصافحتك للرجل أو للمرأة فهذا بطش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد زناها البطش، يعني اللمس، لمس المرأة التي لا يحل لك أن تلمسها من غير المحرمات عليك، فإنه لمسك لها زنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واليد زناها البطش، والقلب يهوى وتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فأنت تكون موفقا في بطشك، يعني في بطشك بيدك، سواء كان ذلك في لمسك أو كان في ضربك، فأنت لا تضرب إلا بأمر الله عز وجل، لا تضرب إلا بأمر الله. فلا تضرب أهل الإيمان ولا تؤذيهم ولا توقع الأذى بهم، وإنما تضرب أهل الكفر والطغيان والنفاق والإجرام بأمر الله عز وجل، وتمتنع يدك عن أهل الإيمان. وكذلك لا تمس يدك امرأة لا تحل لك، أي لا يحل لك أن تلمسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أحب إليه من أن يصافح امرأة لا تحل له، أي لا يحل له أن يلمسها. فهذا يدل على أن البطش هنا يكون العبد مسددا فيه بيده، ورجله التي يمشي بها، أي يكون موفقا في رجليه، فلا يمشي إلى الخمارات التي فيها الخمور، ولا إلى البنوك التي تتعامل بالربا، ولا يمشي إلى المراقص وأماكن الغناء، وإلى شواطئ البلاجات التي فيها اختلاط الأجساد وعري الأبدان وغير ذلك، فإنه لا يمشي إلى هذا، لكن تحمله قدماه إلى المساجد التي أحب بلاد الله إلى الله، يمشي في الإصلاح بين الناس، يمشي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمشي في خدمة والديه، يمشي في السعي على الأولاد والبنات في كسوتهن وإطعامهن، يمشي في السعي على زوجته في أن يكرمها وأن يحفظها وأن يصونها، فيمشي في مصالح المسلمين، يمشي في الجهاد في سبيل الله، كل هذا تحمله قدماه في هذا. أما إذا جاءت إلى جهة الشمال أو إلى جهة الشمال فإن هذه لا تحمله قدماه إليها، لا يستطيع المشي إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى أنه موفقا، فإن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه وفي بصره وفي بطشه وفي مشيه سبحانه وتعالى. ولئن دعاني لأجيبنه، وهذا كأنه قسم من الله، أي أنه كأن الله يقسم أن وليه إذا دعاه أنه لا بد أن يجيبه، ولئن سألني لأعطينه. فهذا الولي لله سبحانه وتعالى، إذا دعا الله عز وجل أجابه، وإذا سأل الله سبحانه وتعالى أعطاه، فلذلك يكون منصورا موفقا ومنصورا، لأنه إذا رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل فقال يا رب يا رب، فإن الله يستحي أن يردهما خائبتين، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له ما يتمناه ويدفع عنه ما لا يرضاه، ويجعله يعيش في الدنيا هنيئا سعيدا بقربه من الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان واقعا تحت مذلة ومهانة من أهل الكفر والطغيان وتضييق وسجن وأسر وتعذيب وكذا، لكنه يكون سعيدا بقربه من الله عز وجل، لأن السعادة تكمن في داخله أن ذلك في الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف يستعذبون العذاب في الله، يستعذبون العذاب في الله، أي يجعلونها عذبا فراتا، كأن الإنسان يشرب ماء عذبا فراتا باردا في يوم صائف شديد الحرارة، فكيف يكون وقعه على نفسه؟ فإنه كان العذاب في الله عندهم أفضل من الماء البارد على الظمأ، أفضل من الماء البارد على الظمأ، ويجدون في ذلك سعادة، لأن هذا يقربهم من الله عز وجل، يقربهم من الله سبحانه وتعالى. والله بين أن هذا الأمر بسبب أن الله سبحانه وتعالى، يعني هذا التوفيق حدث بسبب أن الله سبحانه وتعالى
أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. وهذه الولاية أيضا ينبغي، كما الحديث هذا يسمى حديث الولاية، وما بعده من الأعمال يدخل في الولاية، لأن هذا كله يعني فيما يتحقق به الولاية في الله، أن تكون عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى، محبا لأمر الله، مبغضا لما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذه الولاية لا تتم إلا بولاية الرسول وبولاية أهل الإيمان. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه ينبغي أن تكون ولايتنا. لا يجوز لامرئ يؤمن بالآخر باليوم بالله واليوم الآخر أن يتولى غير أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا فيه نهي من أن يكون العبد وليا لهؤلاء الكفار، يسير على دربهم ويقتفي أثرهم في الإباحية والمجون والدعارة والربا والخمور التي يصدرونها لنا إلى بلادنا في تحت الثقافة والفكر وغير ذلك من الأشياء. وهذه أشياء زبالات أفكار البشر، زبالات أفكار البشر، تجعلنا نترك ديننا لهذا الدين الذي هم عليه، سواء سموه العلمانية أو العولمة أو الديمقراطية أو غيرها. هذا دين يدينون به ويتعبدون للشياطين به. فكيف لأهل الإيمان الذين يعني لهم مولا ولهم رب سبحانه وتعالى يعبدونه، كيف يتركون منهج الله إلى هذه المناهج الفاسدة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ألف بينهم وسدد رميهم، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم خلص مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي الصين وتايلاند ونيجيريا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.